يعني بعمل averaging بس كل واحدة الايه السمك ايه بتاعها. لو كانوا ثلاث طبقات ايه اللي هيفرق؟ مش كده ثلاثة ايه اتش ثلاثة اتش واحد زائد اتش اثنين اتش ثلاثة وهكذا. المهم ان الفلو ايه موازي لاتجاه الايه الطبقة. لو احنا جينا بقى بصينا على الكيس الثانية، هنا الفلو عمودي على اتجاه الايه الطبقة. اصبح بقى الهيدروليك جريدينت في الطبقة دي مش هو هو الهيدروليك جريدينت في الطبقة دي. انا لما احط الفيزومتر هنا بنفرض انه رفع الميه كده حيث الاتجاه السرعين كده، اما اجي احط الفيزومتر هنا هفقد هنا، يبقى انا فقدت في اللاير دي الهيد اللي هو مين؟ الاتش 1. بعد كده مشيت في اللاير دي فقدت ايه؟ الهيد اللي هو اتش 2. التوتال هيد اللي انا فقدته هو مين؟ هو الايه؟ الاتش 1 زائد اتش 2 اللي هو مين؟ الاتش. بس اللي انا عارفه بقى ان الديسشارج اللي معدي في اللاير دي هو هو الديسشارج اللي ايه؟ اللي معدي في اللاير دي هو ده، هو هيخرج لي من الايه؟ من الناحيه الثانيه. بالمقارنه للمره اللي فاتت كان الهيدروليك جريدنت هو اللي ثابت، بس الايه؟ الديسشارج جزء منه بيروح هنا وجزء منه بايه؟ بيروح في الاتجاه الثاني. فانا لما اجي ابص على كده هكتب ان الديسشارج هو واحد وهو هو اثنين. اي ديسشارج هحوله لكين في الهيدروليك جريدنت في مساحه المقطع. هنا مساحه المقطع صفر. انا واخد جزء من السويس كده والميه بتعدي عموديه ايه؟ عليه. فهعوض بالكي ايكوفيلنت بالاي بقى الكفه بتاعتهم هما الاثنين على بعض في مساحه المقطع. وده هيبقى كي واحد في الهاي بتاعته بتبقى مختلفة عن هاي اثنين في مساحة المقطع. وهتروح مساحة المقطع فيهم كلهم هبقى عرفت ان الهيدروليك جريدينت واحد ايه نسبة الى الهيدروليك جريدينت اللي على بعضه هو بايه عبارة عن الكي بي ايكوفلنت على الدي واحد موجود فيه، وهنا كي بي ايكوفلنت على الكي اثنين وهكذا. المرة اللي فاتت قلت كيو بتساوي ايه؟ كيو واحد زائد كيو اثنين، لا هنا هقول التوتال هيد بيساوي ايه؟ الهيد واحد زائد ايه؟ بخسرته في اثنين. لما اجي ابص بقى على القصه دي هو اي هيد هو عباره عن مين؟ هيدروليك جريدينت اتش على مين؟ على ال. اي هيد يبقى هاخد الاي واضربها في مين؟ في ال. فبالنسبه للايه؟ للاتش الكليه دي هاخد الاي الكليه هنا مين؟ المسافه كلها ال1 ال2 وده اي 1 ال1 وده اي 2 ال2. بس انا عارف من الاول بقى اللي انا جبت ايه علاقه الهيدروليك جريدينت واحد بالايه؟ بالهيدروليك جريدينت الكلي. حولت كل القصه دي في بدلاله الهيدروليك جريدنت الكل وجبت ده هنا وده هنا قمت مطلع ان في كي ايكوفلنت تساوي كام في الكيس دي. طلعت الكي ايكوفلنت انا هقول عليها في كان هي الفكره هي عمودي على الطبقات ولا موازي للطبقات، بس حيث ان انا متوقع الطبقات الافقيه بقول على دي بي فيرتيكال وبقول على الثانيه ايه اتش، بس هي العبره مين؟ انا موازي ولا ايه ولا عمودي. طيب هنا في حاله العمودي طلعت ال1 زائد مين ال2 ال1 على كي1 زائد مين ال2 على كي2. وطبعا لو كانوا اكثر من طبقه هنا هضيف ال3 ومن ايه ال3 على كي3 الثانيه كانت طالعه ايه؟ كانت طالعه كي1 سمك 1 زائد كي2 سمك 2 ايه على اتش 1 زائد مين اتش 2. هذا الكلام يفكرنا كده بشويه بموضوع الدوائر اللي على التوالي والدوائر اللي على الايه؟ التوازي. يعني انا لو كان عندي دايره على التوالي فرق الفولت ما بين هنا وهنا ثابت، الموجود هنا هو اللي هنا، زي فكره ان احنا قلنا الهيدروليك جريدينت ايه؟ لما رحت من هنا لهنا ايه؟ ثابت. انما التيار اللي كان جاي هنا جزء منه راح هنا وجزء منه ايه؟ راح هنا. قد ايه هيروح هنا وقد ايه هيروح هنا هيعتمد على مين؟ على المقاومه، تمام؟ مين اللي عندي في ماس التست هما هي البرميابيلتي. الحاجه اللي البرميابيلتي بتاعتها ايه؟ عاليه هتاخد ايه؟ جزء من الديسشارج اكتر، والحاجه اللي البرميابيلتي بتاعتها ايه قليله هتاخد ايه؟ جزء من الديسشارج ايه اقل. لو انا قارنت الكلام ده بحاجه على مين؟ على التوازي. كده او اسف على التوازي انا اسف. التيار اللي معدي هنا هو هو اللي هنا هو هو اللي هنا وهكذا. زي ما قلنا الديسشارج اللي معدي هنا هو هو الديسشارج اللي معدي هنا هو اللي بيخرج. انما فرق الفولت ما بين هنا وهنا اللي هو يمثل لي الهيدروليك جريد
الفولت اللي ايه اللي ما بين هنا هنا عشان هنا قلنا الاي ده هيدروليك جريدينت ده مختلف ايه عن ده، فبيطلع ايه الشكل بتاعي كل بتاعي مختلف. انا بالنسبه لي بقى لما ابص على الكلام ده كاني عندي ماسورتين، لو انا عندي كده ادي حاجه كده ولو حاجه هتتفرع ماسوره هنا وماسوره ثانيه هنا، دي الماسوره الاحتكاك هو الماسوره دي كبيره والماسوره دي ايه صغيره، يبقى دي هتاخد ايه ديسشارج اكتر من مين؟ من الديسشارج الايه الثاني اللي هي حسب الايه النفاذيه بتاعتي. طب تعالوا نشوف كيس ثانيه، انا داخل كده هنا في ماسوره كبيره وبعدين ماسوره صغيره والديسشارج هو هو، انما مين اللي هيتحكم في كميه المايه اللي هتقعد دي؟ الماسوره الصغيره الدنيا اللي مزنقه. انا بالنسبه لي لو انا عندي ايه رمل وتحتيتين والفلو عمودي عليهم، مين اللي هيتحكم في الديسشارج؟ الطين، الحاجه اللي ايه السدد اللي عندي هو اللي هيعمل. فلو انا عندي ماسوره كويسه هم ماسورتين زي بعض بس حته منهم مسدوده ماشي زي نفاذيتها ايه قليل، يبقى اللي هيتحكم في الديسشارج هو مين؟ النفاذيه الايه قليله طالما الفلو عمودي على مين؟ على الطبقات. في حاله الفلو الموازي كل واحده هتاخد على قد مين؟ على قد البرميابيلتي بتاعتها وعلى قد مين؟ السمك الايه بتاعها. فده نخلي بالنا فيه لان في احيان كثيره اما يكون كده خلاص انا معتبر في فلو كده وفي الاخر رمل وبعدين طين، الطين هو اللي ايه؟ اللي هيحكم الايه؟ الموضوع ايه؟ اساسا. اما اجي ابص على هذا الكلام برضو بنفكر زي حتى المنوط، دايما انا لاحظ الحته دي هو الناس بتتسرق وتقوم عامله لنا طريق ثمن حرام هاي، بس في الاخر الثمن حرام دول بيلموا على مين؟ على حطين اثنين، يبقى في الاخر برضو ايه؟ المرور هيتحكم بمين؟ بالحطين اثنين، لان انا هرجع عند الحطين اثنين دول اتزنق، بل بالعكس الامور بتبقى اسوء بقى شويه، ده عايز يجي كده وده عايز ايه؟ يجي كده وهكذا. طيب دي القصه بتاعت الايه؟ متعدده الطبقات. نخش بقى على حاجه هامه جدا معلش كل شويه هقعد، اللي هو موضوع الجهد الفعال او الايفكتيف ايه؟ ستريس. يعني لو قلنا قبل كده اتكلمنا قلنا حاجه مهمه مميزه في السويد ميكانكس والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، موضوع كلي مينرال وقدرته على انه يسحب الايه؟ الميه، قلنا دي حاجه مختلفه وجديده ولازم ايه؟ السويد ميكانكس مهمه. يتبعها برضه يمكن اهم منها كمان موضوع ان احنا عايزين ندرس الايفكتيف ستريس او الجهد الفعال. ايه تعريف الجهد الفعال؟ الجزء اللي منقول من خلال الكونتاكت بتاع حبيبات التربه مع بعضها. يعني انا عندي ايه؟ انا كده اهو حبيبات تربه محملين على بعض، مش شرط بقى في اكشن ده يبقى راسي، المهم ان ايه؟ في تحميل. انا لو التربه دي جافه ما فيهاش ميه تمام؟ في الاخر ايه اللي هيحصل؟ خلاص كل الفورس منقوله من خلال الحبيبات وايه؟ وبعضها. انما لو انا التربه دي مغموره تحت الميه في عند اي ليفل هقطع فيه في ووتر بريشر، فالووتر بريشر ده شايل جزء من الايه؟ من الحمل ايه؟ بتاعي تمام؟ فهذه القصه الجزء بقى اللي منقول من خلال الحبيبات هو اللي هنقول عليه الجهد الفعال او الايه؟ او الايفكتيف ستريس. يعني هنوصل لحاجه كده بس خلينا نقول انا خدت جزء من الصوره كده مساحه مقطعه ايه؟ واخدت سكشن هنا وفي هنا مجموعه فورسز وليكن مقدار بي. الفورسز دي انا لو جمعت بقى قدرت اجمع مش هعمل كده طبعا، بس لو قدرت اشوف الحبيبه دي محمله على الحبيبه دي ازاي والحبيبه دي على دي ازاي ودي على دي ازاي، وخدت المركبات الرأسية بتاعت التحميل، لان طبعا لو انا عندي سيرفس كده وسيرفس كده التحميل بيبقى ايه عمودي على مين؟ على السيرفسز. انا هاخد المركبه الرأسية وهعرف بقى حاجه جديده هتمشي معانا في الكورس كله بقيته، البور ووتر بريشر ضغط الماء داخل الفراغات، وهنديله الرمز دي اس صغيره وحدات ووحدات سلس ضغط الماء داخل الفراغات ومسحب المقطعين، يبقى من الابتزاز التوتال فورس هتتزن مع الفورس زي ما مقوله في الحبيبات زائد ضغط الميه مضروب في المساحه، هقسم كله على مين؟ على الاريا، هيطلع لي القانون اللي هو ممكن اقوله بسخطين بس هام جدا 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 جدا. ايه هو بقى؟ ان التوتال ستريس وهنكتب الايفكتيف ستريس ده برمز داش تمام؟ في ساعات
اطلق عليه مخرج فعال او ديفكت ستريس، وجزء منه بيشتغل من خلال مين؟ ضغط الماء داخل الايه؟ ده تحميل الحبيبات على بعضها، وده الايه؟ ضغط الماء داخل الفراغات شال جزء من الايه؟ من الستريس بتاعي. او بمعنى اصح ان الديفكت ستريس ما هو الا التوتال ناقص مين؟ ضغط الماء داخل الفراغات، هي الطريقه اللي انا بحسب بيها الديفكت ستريس. انا بقدر احدد التوتال ستريس وبقدر احدد مين؟ ضغط الماء، ومن الجيم بجيب مين؟ الديفكت ستريس. مهم جدا جدا جدا. لماذا بقى هو مهم جدا؟ مهم جدا لثلاث كذا سبب. احنا هنا قلنا ثلاث حاجات دي مهمه، اهمهم اللي في الاول خالص. ايه اللي في الاول خالص؟ ان مقاومه الفص اللي هي اهم حاجه عندي، هي متركبه في الكارير وكل حاجه، وانا هنديها الرمز بتاعه بصف اف ده، هي في الواقع فانكشن في مين؟ في الديفكتيف ستريس وليس في التوتال ستريس. طبعا انت على وقت حضرتك متفقين ان لو ما فيش ميه يبقى التوتال ستريس هو مين؟ الديفكتيف ستريس. انما هذا الكلام انا دلوقتي بستمد مقاومه الفص من مين؟ مش احتكاك ما بين الحبيبات وبعضها اللي عايزه تنزلق على بعضها دي. احنا قلنا بقى اي حاجه علشان نشوف انزلاق بتاع حاجه انا يهمني مين؟ يهمني نورمال ستريس ويهمني مين؟ او نورمال فورس ومعامل احتكاك. معامل احتكاك ده خاصيه من خواص التوتال. انما من الاستريس بقى، هل انا مهتم بالتوتال ستريس ولا مهتم بالجزء اللي منقول من خلال الحبيبات اللي هيعمل الفريكشن؟ اكيد مهتم بالجزء الايه؟ اللي منقول من خلال الحبيبات. عشان كده الافكتيف ستريس ده حاجه ايه؟ مهمه جدا، هو اللي بيتحكم في مقاومه الايه؟ القص. لو انا عندي ميه يبقى مقاومه القص ايه؟ معتمده على الافكتيف ستريس وليس الايه؟ التوتال ايه؟ ستريس. الحاجه الثانيه ان احنا هندرس بعد كده ظاهره اسمها ظاهره الكونسوليديشن اللي بتعمل هبوط. انا دلوقتي كاتب ايه؟ ان الكونسوليديشن سيتلمنت ده فانكشن برضه في الافكتيف ستريس. هنقول هذا الكلام بالتفصيل في الباب المنصوص بتاعه، بس الفكره العامه بقى بتاعت هذا الكلام ايه؟ انا تربه موجوده تحت الميه وانا حطيت بريشر. التربه دي عايزه تنضغط، بس عشان تنضغط لازم يحصل ايه؟ لازم الميه ايه؟ تخرج. قبل ما الميه تخرج، الميه ضغطت انت حاجه كده فيها ميه، الميه هي اللي شايله البريشر الزياده. بعد شويه تلاقي الميه بقى حواليها بتحاول تسرب البريشر ده، وينتقل البريشر الى مين؟ الى ايه؟ ما بين الحبيبات وايه؟ وبعضها. فعمليه الكونسوليديشن دي هندرسها بالتفصيل في ايه؟ في باب اخر. ما هي الا انتقال مين؟ الايه؟ البريشر اللي انا حطيته من الميه اللي كانت شايلاه الى مين؟ الى الحبيبات. زي ما بضغط السفنجه كده في عصا اطلع الايه؟ الميه اللي فيها. ايه؟ في الاول كده لو انا ما الميه ما خرجتش من السفنجه يبقى الميه هي اللي شايله كل الضغط الجديد. بعد بقى ما ازق كده الميه ايه؟ هتخرج والبريشر هيتحول الى بريشر ما بين الحبيبات. ظاهره ثانيه بتقابلنا بتهمنا بقى انها ممكن تعمل لنا مشاكل اللي هي ظاهره مين؟ الكويك ساند او الايه؟ البويلنج كونديشن، اللي هي لما بخسر الافكتيف ستريس بتاعي كله ان الايه؟ نسقط ايه؟ شير سترينث، مش نسقط افكتيف ستريس. مش مهم المكتوب هنا، خلينا ايه؟ في حاجه ثانيه هنجيلها حالا، بس قبل ما نجيلها تعالوا كده نشوف لو انا تحت تاثير الاونويت بتاع السويد بس وعايز احسب الافكتيف ستريس في وجود منسوب ميه. فوضع كل هذه الكيس، انا عندي الجي اس ده اللي موجود فوق ده هو الجراوند سيرفيس بتاع الارض. الجي دبليو تي ده لو عيت في اي حاجه دايما بنقصد بيه جراوند ووتر تيبل، منسوب المياه الجايه الارضيه في مكان ما. هنا عندي ضامة واحد فوق منسوب الميه وبعض. اي حاجه تحت منسوب الميه بتكون ايه؟ ساتوريتد. وعايز انا احسب الافكتيف ستريس الشغل الفعال نتيجه اول ويت مفيش احمال خارجيه ايه عند هذا ايه الجدول. يبقى دايما المفروض ان انا احسب مين؟ التوتال ستريس، اطرح منه مين؟ ضغط الماء داخل الايه؟ الفراغات والووتر بريشر، ومنه ايه؟ اصل الى الافكتيف ستريس. طيب تعالوا نشوف عند هذا الليفل وهو شايل ايه؟ اي بقى حاجه جاما في اتش، جاما في اتش، جاما في اتش، فجاما واحد اتش واحد دي بعض. وهنا الجاما ساتوريتد في السمك ده، وهنا الجاما ساتوريتد بتاع السويد دي في السمك ده. طيب ما هو بقى قوه البشر عند هذا الليفل؟ انا لو حطيت بيزومتر هنا الميه هتطلع لحد هنا. هتبقى ايه؟ نمشي مع منسوب الميه الارضيه. ولو حطيت هنا دايما هطلع مين؟ اوصل لحد الاتموسفيريك ايه؟ البشر بتاعي هنا.
فشل هو ايه؟ هو ضغط الميه ده اللي هو مربوط بمين اتش 1 2 اتش 3 ما هو الا جاما وقف في مين؟ كثافه الميه في اتش 2 زائد ايه؟ اتش 3. هجيب الايفكتيف ستريس هطرح مين؟ فور ووتر بريشر هطرحه من مين؟ من التوتال ايه؟ ستريس. وابتدي اعوض هلاقي خلاص ده زي ما هو هلاقي اتش 2 ده مضروب فيه جاما ساتوريتد 1 ماينس جاما وقف. جاما ساتوريتد ماينس جاما وقف اللي هي مين؟ جاما سبلاي مش كده يعني ده تعريفها هو ايه الاصل وبرضه هنا جاما ايه سبلاي يبقى اصبح ان انا ممكن بدل ما اقعد امشي في القصه دي كل مره انا عارف عشان احسب تحت تحسين الام ايه اللي فوق الميه هاخده مين وجاما بطل واللي تحت الميه هاخده مين وجاما ايه سبلاي يبقى انا حسبت الايفكتيف ستريس عند مين عند الليفل اللي هو الايه اللي بدور ايه عليه فزي ما احنا متفقين قبل كده الايفكتيف ستريس ده انا ما بقيسوش لا انا بقدر دايما احسبه من معرفه مين التوتال والايه والفورورد بريشر هنا بسحب على نفسي زي ما قلنا قبل كده كلمه الجاما سبمرج دي اللي داخل فيها ايه البوينتس بتاعت الميه سهلت لنا القصه دي بدل ما كل مره اعمل الحسبه انا عارف ان اللي تحت الميه هحسبه ايه الجاما سبمرج واللي فوق الميه هحسبه مين الجاما ايه كيس ثانيه هي نفسها بس يعني علشان ساعات تلخبطنا لنفرض بقى ان منسوب الميه اعلى من منسوب سطح الارض. انا كده عايز اشوف تحت نهر النيل كده على عمق 10 متر تحت نهر النيل وفي 4 5 متر 7 متر حسب المكان اللي انا فيه منسوب الميه لايه؟ لفين؟ او عايز احسب الايفكتيف ستريس تحت. فهنا اصبح عندي ده هقول عليه اتش ووتر ده له جاما وساتشوريتد جاما وساتشوريتد الاثنين تحت الميه. يبقى انا لما احسب التوتال ستريس عند الليفل ده جاما ووتر في الارتفاع ده وجاما ساتوريتد هنا في الارتفاع ده وجاما ساتوريتد هنا اللي هي المعادله الاولانيه الفور ووتر بريشر دايما حاطه على حد مين؟ حد منسوب الميه اللي فوق ده تمام؟ فهيبقى ضغط الميه هو جاما ووتر اتش ووتر زائد ده زائد ده يبقى المطرح دايما هيطير من ما مني مين؟ جاما ووتر اتش ووتر مع ايه؟ مع جاما ووتر اتش ووتر اصبح الميه اللي فوق دي مؤثرة في التوتال ستريس انما ليس لها تأثير على مين؟ على البهد الفعال الايفكتيف ستريس ليه؟ لانها موجودة في التوتال وموجودة نفسها كمان في الايه؟ في الايه؟ في الـ في البول ووتر بريشر فبيضيعوا بعض يكون يصبح نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده انها ايفكتيف ستريس ما هو ان كل الحاجات دي معمورة يبقى جاما سبمرجد واحد في ايه؟ في اتش واحد وجاما سبمرجد اثنين في ايه؟ في اتش طيب تعالوا بقى نشوف ايه قصه البويلنج والايه والكريتيكال هيدروليك جريدينت موضوع البويلنج ده مربوط بحاجه اسمها الكريتيكال ايه هيدروليك ايه جريدينت احنا هنعمل نفس التجربه بتاعه الكونستنت هيد تمام بس بدل ما همرر الميه من ايه من فوق من تحت لفوق سوري اسف من فوق لتحت همررها من ايه من تحت لفوق فكان عندي هنا في الميه هنا بتاعت النيل دي مع عرض السويد الميه ما بتعداش عند الليفل ده ويا ريت نضيف الفتحه دي هنا عشان نفكر فيها انا بقالي 50 سنه عايز اضيفها ايه الفتحه اللي هي هنا اللي بتحافظ على الكاتب بتاع الميه ايه موجود وهمرر الميه من ايه من تحت لفوق قال الكلام ده من نيل الطبيعه كتير جدا كتير جدا تعالوا كده نتخيل ان انا عملت ايه حائط من الخرسانه وآجي بنشوف سطح الأرض الأصلي وأنا عايز أحفر لهنا. وأنا حاطط بقى الطرمبات كل ما المية تعلى أسهل. تمام؟ ده غير منقذ، المية عمالة تخش منين؟ مش كده من تحت لفوق، يبقى الكيس دي موجودة برضه عندنا في الإيه؟ الطبيعة وعايزين نشوف إيه مشكلتها وإيه اللي ممكن يتولد منها. طيب. يبقى إحنا هنيجي نبص بقى على الكيس دي إيه؟ وعندي وليكن سويل طولها ايه؟ ما عليهاش احمال اخرى فيها الميه دي مش هتفرق معايا وعندي فرق الهيد ده اللي هو بيخليني ايه؟ في سريان. لو التانك ده انا نزلته هنا هل هيبقى في سريان؟ ما فيش ايه؟ سريان في هذا الموضوع. السريان جاي منين؟ جاي من فرق الهيد ده اللي موجود عندي. طيب انا هفترض ان ايه؟ ان الخراطيم دي ما فيهاش اي هيد نص. وبالتالي لو بصيت عند الليفل ده ماشي
وقلت التوتال ستريس اللي عندي قد ايه؟ هاخد جاما وترفلين في اف اتش واحد دي وجاما ساتوريتد في اف تحت فوق وفوق تحت. يبقى دي طاولة الفورس بتسقيني لتحت. مين اللي بتسقيني لفوق؟ ضغط الماء داخل الايه؟ الفراغات. يبقى هاخد ايه؟ هو البريشر ده هو عباره عن جاما ووتر في ال واتش واحد. ومين بقى اللي هيسقيني اللي هيحرك الميه؟ اللي هو مين؟ الاتش. مجموع الثلاثه دول هو مين؟ ضغط الايه؟ الميه. هطرح ده من ده تمام؟ زي المساله اللي فاتت بقى الحته بتاعت الميه دي ما فرقتش في الايفكتيف ستريس. ليه؟ موجوده في التوتال وموجوده كمان في مين؟ في ضغط الماء داخل الفراغات. يبقى اصبح عندي ان الايفكتيف ستريس بيساوي جاما سبرت اللي هو تحت الميه في ال ناقص جاما ووتر في مين؟ في اتش. الحته اللي السابقه كان ايه؟ ما كانش عندي فرق هنا فكان خلاص هو الايفكتيف ستريس جاما سبرت في ايه؟ طالما في فرق هنا الايفكتيف ستريس في ايه؟ لو الميه جايه من ايه؟ من تحت لفوق. حاجه بتتقلي من ايه؟ من تحت لفوق. ماذا بقى يحدث عندما افضل ازود في الحد ده ازود في الحد ده بحيث ان ده يضيع ايه اللي هيحصل؟ هيصبح الايفكتيف ستريس بكام؟ بصفر. عندما يصبح الايفكتيف ستريس بصفر ايه اللي هيحصل؟ مقاومه القص بالذات بقى في الرمل بالذات هتروح منه. الرمل ده معتمد اساسا على ان يكون فيه ايفكتيف ستريس والا مش هيبقى عندي ايه؟ مقاومه. فانا مع وصلت لهذه النقطه بقول عليها كريتيكال كونديشن او كونديشن بتاع البويلر. يعني ايه؟ لان كاني بتلاقوا في الطبيعه تلاقوا فعلا كده في شويه ايه؟ الميه عماله تلخبط كده ايه؟ شويه. لان الرمل عايم جواها مفيش حاجه محمله على بعضها. هو ايه؟ كله عايم هو ايه؟ جواها هو بعض في هذا الكلام. يبقى الكيس دي بقول عليها كيس كريتيكال وعندي الكريتيكال كونديشن هيصبح عندي مين؟ ان الايه؟ عندي الكريتيكال كونديشن ان الايفكتيف ستريس بايه؟ بالصفر. لما اكون الايفكتيف ستريس بايه؟ بالصفر هنا يبقى جاما سبريت في ال بتساوي جاما اوت في اتش. يبقى الهيدروليك جريدينت عندها اللي هقول عليه هيدروليك جريدينت اللي هو 120 اتش على الاقل في الحاله دي طلع كام؟ جاما سبريت على مين؟ على ايه؟ على جاما اوت. يبقى لو ما عنديش اوزان ثانيه ولا حاجه زي كده بايه؟ بتقومني انا لو الكونديشن دي موجوده والميه جايه لي من ايه؟ من تحت لفوق انا كده السويل دي فقدت الايه؟ الشير ستريس بتاعها وانا بوظتها بهذا الايه؟ طيب يعني نرجع تاني للمثال اللي احنا كنا بنقوله ده. عندي ادي الحيطه اهي ادي سطح الارض وادي الميه هنا وانا عمال اسحب الميه من جوه تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ في فلو جاي لي من تحت لفوق. لو الاتش ده على ال ده زاد عن مين؟ على القيمه بتاعت الكريتيكال يبقى انا بوظت الايه؟ الارض بتاعتي خليتها في حاله ايه؟ فوران ما اعملش هذه القصه. يبقى الحل بتاعي في حاله زي كده ان انا اعمل ايه؟ اطول المسار. يبقى ساعات كتير اطول الحيطه دي مخصوص مش علشان اتزان لا اطولها علشان ما يحصلليش ايه؟ الكريتيكال ايه؟ هيدروليك جريدينت اللي موجود. زي برضه لما اجي احفر الخوازيق في الثانيه برضه مهمه جدا ان انت انا هحفر الخازوق عاده لما بنحفر الخازوق بنحط كيسين كده في الجزء الاولاني بقيه الحاجات بسنده بحاجه اسمها البنتومايت او ايه؟ دريلنج فلويد. ايه قصه البنتومايت ده؟ تين سوالينج قوي اكتيفيتي عاليه جدا. طب ياخد الميه بيرتفش بيعمل لي جدار هنا علشان كده كده علشان يقدر يمسك الرمل ده ما يهيلش عليا، ايه طول ما الرمل ما يهيلش عليا. دي مش قصتي. قصتي بقى ان لو الميه هنا موجوده كده. ده الميه سطح الارض هنا. الميه لازم الميه الارضيه وانا بحفر الخازوق. وجوه الكيسنج او القرصون اللي انا حطيته خليت الميه ايه؟ هنا تحت. ايه اللي بيحصل؟ هيبقى فلو ايه؟ داخل من تحت الايه؟ لفوق. لو حصل بقى الفلو من تحت لفوق ده سبب لي حاله فوران انا بوظت التربه اللي على القاع الايه؟ الخازوق بتاعي ما ينفعش كده. فدايما حتى وانا بحفر دايما بنكتب كده توصيه لازم سائل الحفر ده او منسوب الميه اللي هنا يبقى دايما اعلى من مين؟ من منسوب الميه اللي ايه؟ اللي بره. علشان لو في فلو يبقى فلو ايه؟ ما يبقاش من فوق لتحت وليس من ايه؟ من تحت لفوق ويبوظ له الايه؟
الحاجة ايه بتاعته. افكر الاب حاجة تانية. لما جينا نعمل تجربة الكونستانت هاف ايه تست يا بنتي، احنا كنا ممررين المية من فوق لتحت، ماشي حلو. احد الطرق اللي انا ناقشتها معاك وقلت لكم علشان ان احنا نعمل خلي التربه دي 100% ساتشوريتد، انا في الاول امرر الميه من ايه؟ من تحت لفوق. لما امرر الميه من تحت لفوق هتعمل ايه؟ هتزق الايه؟ قاعات الهواء معاها وهي ماشيه. كلام جميل جدا وبنعمله فعلا. بس لما بتيجي نعمل كده بقى بنخلي فرق الهيد ايه؟ قليل. ليه؟ لان لو رفعت فرق الهيد هيحصل لي ايه؟ فوران وهبوظ العينه ايه؟ بتاعتي فيها. فبخلي همرر الميه في الاول من تحت لفوق بس اخلي فرق الهيد ايه؟ بحيث ان انا ما اوصلش ابقى بعيد عن الحاله الكريتيكال بتاعت الايه؟ القصه. طب لنفرض ان انا هنا وخايف كده يحصل لي حاله فوران، ايه الحاجه اللي ممكن انها تساعدني؟ قلنا ممكن اطول دي. طب ايه رايكم ان انا ارمي بقى هنا اهو كده واقوم راجي شويه زلط؟ ايه قصه الزلط ده؟ الزلط ده هيديني مين وزن، مش كده؟ يبقى انا عندي زودت الايه؟ الداون بريشر، زودت البريشر اللي جاي من فوق لتحت. بس ميزه بقى الزلط الكبير الفاير ده ان هو ايه؟ مش هياخد حاجه من الهيدروليك ريدي، الهيدروليك ريدي هيفضل هو كله في الفاير، مش حاجه فيه ايه؟ فرح. ففي طرق كثيره لمعالجه ان انا ابتعد عن ظاهره الايه؟ اللي هي هيدروليك كريتيكال هيدروليك ريدي دي اللي احنا عايزين نبص عليها. دايما نسمع كده يقول لك زمان مش عارف في الافلام وقعنا في رمال المتحرك. ايه بقى المستنقع اللي فيه رمال المتحركه ده؟ ده ادي كده المستنقع بتاعي في ميه وراد، انا كده جوه هوا راد، بس الدنيا بتبطل عماله تبطل بقى كده بتاع ده الايه؟ المستنقع ده عمال كده ايه؟ بيبطل ليه؟ لان هو مربوط ادي كده ايه؟ في طبقه هنا غير منفذه وهد الميه هنا كده، الميه دي كلها عماله تعمل ايه؟ تجيلي وتطلع من هنا، يبقى عماله تحول لي هذا الايه بتاع الرمل ده المستنقع ده في حاله ايه؟ فوران كده. فانا لو وقفت دخلت جوه المستنقع في حاجه هتشيلني؟ مفيش مقاومة خاصة. انا عشان ايه؟ ما اختصش وما اغرقش لازم يبقى فيه السويل دي يبقى لها مقاومه ايه؟ خاصه. طب لو كانت ميه ما عنديش مشكله، انا هعرف اعوم في الايه؟ في الميه. انما الرمل ده كثافته ايه؟ تقيله، مش عارف ايه؟ اعوم فيه، مع ذلك هو مش شايلني. يبقى ايه؟ هختص وهفضل اختص، لازم حاجه ايه؟ تلحق تشدني من ايه؟ من بره في هذا الكلام. فده برضه كيس قبل يعني احنا ما شفتهاش انا عندي في مصر الحقيقه يعني، بس ايه؟ بنشوفها في الافلام وبنشوفها في ايه؟ في الكتب الكيس ايه؟ بتاع كذا كذا. طيب يبقى احنا قلنا افكتف ستريس اهم حاجه فيه قصه مين؟ ان هو مقاومه القص بتعتمد اساسا على مين؟ على الافكتف ستريس. واحنا هنا هنرجع لها بقى تاني لما نخش في الدرس بتاع مقاومه القصر. وهنا دلوقتي قلنا التطبيق بتاع الكريتيكال هيدروليك اللي عايزين نبص عليه والامور تبان في مثال من هذا القمر. في هذا المثال هنمرر الايه؟ الميه من تحت لفوق ومره خلى القانون الفتحه الفوقانيه اللي انا دايما نفسي اعملها اللي هي هنثبت الميه ايه؟ تلج الفوقاني والميه هتيجي من تحت لفوق وما فيش فرق في الخرطيم. ايه الكيس دي موجوده في الطبيعه؟ ايوه زي ما اتكلمنا ان انا عندي اي حفر تكون ايه؟ ممكن الميه تجيله من ايه؟ من تحت لفوق عايز اشوف ايه القصه. ولو انا قعدت بقى 2 سويت او 3 سويت هيبقى حاجه شبيهه بالتجربه اللي انا بمثلها كده في ايه؟ في المعنى. هذا الكلام الميه اللي جايه من تحت لفوق السويت من 1 كده بتوصل 20 سم ونفاذيتها 4 × 10^2 سنتيمتر في السكند. السويت 2 دي 30 سم نفاذيتها 1.2 × 10^2 مساحه المقطع هنا كانت 57 سنتيمتر مربع والفلو ماشي كده. ده عمودي على الطبقات ولا موازي؟ عمودي على الايه؟ الطبقات وليس موازي. انا لو حطيت الظلم ده كده مصور الميه انا افترضت مفيش فرق بقى الميه تكون هتنطبع لحد فين؟ لحد فوق خالص. ليه؟ لان خلاص لسه مفيش فرق. حصل سريان هنا لو حطيت بزومتر هنا الميه مش هتطلع لحد فوق، ليه؟ لان في فرق في مين؟ في السويل. لما احط بقى بزومتر ايه؟ هنا اهو خلاص دي خلاص كل الفرق خسرته لازم هوصل في مين؟ للهيد اللي موجود عندي. يبقى عندي فرق في السويل نمره 1 وفرق في ايه؟ في السويل نمره ايه؟ فاول مطلوبه عندي طيب لو
اي اتش ماشي او اي فرق هنا قد ايه كان نسبه اخسره في سوي نمره واحد وقد ايه كان نسبه من التوتال هيد نص على اثنين في سوي نمره اثنين. ده اول نقطه. المحظور الثاني طب لنفرض ان الهيد ده ايه 20 سم يبقى الدسشارج اللي هيعدي قد ايه؟ ده ثاني محظور. ثالث محظور طيب انا عايز اعرف اقدر ارفع الهيد ده قد ايه؟ من غير ما يحصل لي ايه فوران؟ ايه اقصى حاجه اقدر ارفعها؟ عايزين نبص على ايه؟ على هذا الكلام. اللي مش مساله عامه كده وكتير بجيبها من هذا المنظر بس لها تطبيق حقيقي في الايه؟ في الموقع حسب الايه؟ الكيس اللي احنا ايه بنبص عليه. فاول حاجه هنبص عليها هنقول ايه يا باشمهندس؟ هنقول ان تحت المقطع ثابته السويل الاولانيه طولها 20 سم والثانيه ايه 30 سم. فلو عمودي يبقى الدسشارج بتاع واحد هو هو الدسشارج بتاع مين؟ اثنين. الاصل في الموضوع ان انا كنت بكتب بقى في واحد اتش واحد في ايه؟ في مين؟ في ايه؟ في واحد وايه اثنين. بس هنا مساحه المقطع ثابته فانا شققت من معايا مين؟ مساحه المقطع يبقى كي واحد اتش واحد على قد واحد تساوي مين؟ كي اثنين اتش اثنين على مين؟ على قد اثنين. اعوض بقى بالكي والام، الكي والام. طلع لي ان اتش واحد بيساوي 20% من مين؟ من اتش اثنين. يعني ايه؟ اللي هفقده ده من هنا 20% من اللي هفقده من هنا. او اقدر اعيد صياغه الكلام ده 1 الى 5. تمام؟ يبقى في الاخر الاتش واحد ده هيمثل مين؟ 1 على 6 والتاني 5 ايه؟ على 6. يبقى انا هفقد سدس الهيد الهيد بتاعي في سريان خلال سوري نمره واحد وخمس اسداس في سريان نمره ايه؟ سوري نمره اثنين. لماذا؟ جزء منه بس مش كبير انها ايه؟ ان دي 30 سم ودي 20 سم بس الجزء الاكبر اللي هو مين؟ ان دي ايه؟ النفاذيه بتاعتها اقل بكتير من مين؟ النفاذيه تقريبا اقل من التلت النفاذيه فالفاقد اللي فيها هيبقى ايه؟ هيبقى كسر. يبقى طلع ده 16.7 ده 83.3 او على 6 5 على 6 ده اول حاجه. طيب لنفرض بقى ان الهيد بتاعي 20 ايه سم. ما هو الدسشارج اللي هيعدي؟ ممكن ابص الهامل اكتر من طريقه. اول طريقه هنجيب ونجيب مين؟ الكي ايكوفلنت. ما كي ايكوفلنت بتاع الاثنين كده على بعض. الفلو العمودي. قال واحد زائد اثنين، قال واحد على كي واحد، قال اثنين على كي اثنين، الى اخره. يعني ده مش هيكون في امتحان بسيط عوضنا عوضنا طلع لنا ان الكي ايكوفلنت 1.667 10 اس ناقص ايه 2. برضه اقرب الى مين؟ اقرب الى السويل اللي نفاذيتها ايه؟ قليله 1 2 و4 يعني ما طلعش من المتوسط. تمام؟ طب انا لو كان ده عمودي كان هيبقى ال 1 و2 في 30 وال 4 في 20 على 50 كان هيطلع حاجه كده ايه ما بين الاثنين. اما هنا طالما هو عمودي قلنا مين اللي بيحكم؟ النفاذيه الايه؟ الاقل هي اللي ايه؟ اللي تحكم في المتوسط. بعد كده هعوض عيد الشارج كي في هدول الجريدين في مساحه المقطع 50 وده الكي الكوبلنت الهيد اللي كان معطى في المساله 20 سم فقدت في مسافه سريان قد ايه؟ 50 سم ايه كوبلنت. لماذا خدت ال 50؟ لان انا خدت الكي ايه؟ الكوبلنت اللي جاي. طلع لي ان 3 سنتيمتر مكعب في الايه؟ في الثانيه. بالتالي ما تنساش الوحدات ما تنساش حد تاني يقول لك لا طب ما انا خلاص يا سيدي انا عارف قد ايه انا فقدت في السويد دي وعارف قد ايه انا فقدت في ايه في السويد دي فهطبق في السويد نمره واحد هقول كي واحد والهيدروليك جريدنت بتاع واحد مساحه المقطع ادي مساحه المقطع وادي ايه الكونفيرمنت بتاع واحد الهيدروليك جريدنت بتاع واحد ايه؟ ان انا اقول ال 20 فقدتهم في ايه؟ في 20 سم بس هل انا فقدت ال 20 سم كلهم؟ لا انا فقدت في السويد دي سدس الايه؟ ال 20 سم فاقوم ضارب هنا بكام؟ ده ال 20 على 1 على 6 ده الهيد ده انا فقدته في مين؟ في السويل رقم ايه؟ 1 على مسافه السريان في السويل رقم 1. طلع نفس الكلام اللي طلعته. ولو كنت عايز اطبق الثانيه يبقى هي هي بس هاخد الهيد ده انا فقدته ال 20 سم دول خمس استاسهم هم اللي انا فقدتهم ايه؟ في السويل رقم ايه؟ 2 برضه هطلع نفس الايه؟ عايز تحلها كده تحلها، عايز تعمل دي بطريقه وتعمل شكل بطريقه ثانيه انت حر، انما هي الفكره ان انا بطبق الايه؟ القانون بتاع الشارج العادي بس ابقى عارف الهيد اللي انا ايه؟ بفقده في ايه؟ في مسافه قد ايه؟ ده طبعا اخر جزء عايزين نشوف مع بعض كده.
ده انا اقدر ارفع عليه ده قد ايه من غير ما يحصل لي فوران، وانا عندي فلود جاي من تحت الفوق. لو كان الهيدرونيك جريدنت بتاعي ثابت مش عمليه سهله تحصل عندنا دلوقتي، بس الهيدرونيك جريدنت اللي هنا غير الهيدرونيك جريدنت اللي هنا، يبقى لازم مره احسن هنا واضمن ان ما يحصلش فوران هنا، ومره احسن مين هنا واضمن ان ما يحصلش ايه فوران هنا. فحاجه عند الليفل اللي تحت هجيب التوتال ستريس، وانا شغال طبعا لك يبقى انظر كان في 0.2 وانا في 0.3. ده مش فرقانه معايا لانه هيطير ايه مع الميه، ضغط الميه هنا بقى هو عباره عن مين؟ الضغط ده هيرفع الميه لحد هنا، يبقى هي فيها مين؟ 20 30 اتش ووتر اللي هيطير مع بعضه، وده اللي انا بدور عليه اللي انا قلت ان انا لسه ايه مش عارف. طبقت القصه دي وطرحت بانل ده عشان اجيب مين؟ الايفكتيف ايه؟ ستريس. الكريتيكال كونديشن عند مين؟ عند ايفكتيف ستريس اللي سنه كام؟ زيرو. يبقى في الاخر لما احط ده زيرو انا في الحاله دي لو عليت عن 42 سم دور هيحصل لي فوران عند الايه؟ هذا الايه؟ الليفل او في خلال السويد. طيب هل ده كافي؟ لا، عايز اعمل تشيك هنا مره اخرى. هاجي بقى على دي، لما اجي ابص على دي هلاقي الهيد المتبقي من الهيد من الاتش ده اللي متبقي قد ايه؟ هل هو كل التوتال هيد؟ لا، ما انا فقدت هنا واحد على سته من الايه؟ من التوتال هيد. يبقى المتبقي لي هنا اهو من الهيد ده خمسه على سته من الايه؟ التوتال هيد اللي انا هفقده في السويل نمره 2. يبقى ايه؟ لو واخد ده في اعتباري عندي بقى السويل نمره 2 عندي ده بس 1.8 في 30 والميه ده من فوق لتحت، اللي جاي من تحت لفوق 30 اتش ووتر، ومن ده هاخد 5 على 6 مش هاخده ايه كله. طبقت في هذا الكلام وسويت الكلام ده بالصفر الايفكتيف ستريس، لقيت ان الاتش ماكسيمم 28.8 من 10 ايه سم. يبقى مين الكريتيكال اللي فيهم؟ اكيد ال 28 ايه و8 اه صحيح. تاني عند الليفل ده هحتاج 42 سم عشان يحصل فوران، بس لو انا وصلت ل 42 سم ده هيحصل لي فوران، هاخد القيمه ايه الماكسيمم بتاعتي هي مين؟ اويد كريتيكال كونديشن، مش عايز ازود عن مين؟ طب بالنسبه بقى لهذا الجزء اللي هو خلصنا فيه بقى كلام اللي هو النظري والمسائل والاكويفلنت والهيدروجين والايفكتيف ستريس، المفروض اصلا الايفكتيف ستريس ده يبقى باب لوحده تمام؟ بس احنا كده ايه؟ احنا بقالنا كتير ماشيين على ان احنا في نظام الكلام بيحتاجوا في البرميابيلتي والكريتيكال هيدروجين ريجن قلنا نقوله هنا، بس هو من الحاجات الهامه جدا 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 في موضوع السويد ايه ميكانيزم. يتبقى لنا بقى قصه الايه؟ ماذا سافعل علشان اجيب الايه؟ البرميابيلتي والثرمال. متفقين مع بعض. رمل زلط، خليط رمل زلط احسن لي ان انا اعمل في المعمل ولا في الموقع؟ في الموقع. لماذا؟ علشان انا ايه؟ مش من الصعب ان انا ارجع الرمله اللي انا خدتها دي لنفس الحاله اللي كانت موجوده عليها في الايه؟ في الموقع. اما اختبرها في مكانها يبقى ايه؟ انا بختبرها بخواصها الايه؟ اللي موجوده بتاعتي من غير ما اغير فيها. بس ده على حساب التكلفه، الحاجات دي بتكون مكلفه ايه اكتر. طيب فاول حاجه في كذا طريقه، انا هقول بس الطريقتين الدارجتين بتوعنا. حاجه اسمها فورين باتلس انسايد بورول. ما هي البورول؟ بتقول عليها جسه كده بالايه بالعربي، ان هي الحفر اللي احنا بنعمله عشان نطلع عينات ونستكشف الحفر. تيجي مكنه عمالة ايه بتحفر، ممكن تفور كده شويه حاجات واقول طب انا عندي عند 2 متر عايز اخد عينه. العينه دي بقى يا اما عينه رمل لها طريقه معينه هندرسها في الترم الثاني، او عينه الطين هتبقى حاجه شبيهه بالكور كاتل كده بنزلها واقطع واجيب عينه الايه؟ الطين بتاعتي وهكذا. افضل ماشي بقى زي ما انا عايز ايه؟ بحفر وايه واقفر واجيب عينه اقفر واقفر. ممكن بقى اعمل اختبار بدل ما ايه؟ ما اجيب عينه اقف عند ليفل معين واعمل اختبار. انا عايز اعمل اختبار ايه؟ نفاذي تمام؟ احنا متفقين مع بعض ايه؟ احنا لسه عاملين الجدل في قصه الخوازيق وفي قصه حاجات اخرى، ان انا ممكن علشان الحفره دي ما تقفلش عليا اكون دايما عامل حاجه اسمها سائل الحفر بالتوميد ده. انا احفر شويه وازق ماسوره، احفر شويه واجيب عينه وازق ايه؟ ماسوره. ليه؟ الماسوره دي هي شغلتها انها هتمسك الايه؟ السويل انها ما تقعش في الايه؟ فوق دماغي. ليه مش عايز استخدم البنتونايت؟
علشان بنتوناي ده بقى لو انا عايز اختبر التربه، ما هو دخل كده في الجناب وايه والفلو بتاع الميه مش حاجه زي الاول. ليه؟ لان في حاجه كده فازيتها قليله موجود، يبقى خلينا نمشي في هذه الايه ده. فانا حين عم اقول انا عايز اختبر عند اللاب ده، هقوم حافظ كده لحد اللاب ده وانزل الايه الجسم بتاعي، احفظ واطلع العينات، ثم هقوم لامي شويه زلط كبير هنا في هذه المنطقه. بعد ما لميت الزلط ده هرفع الكيسين كده شويه. يبقى لما رفعت القرصون ده كده شويه، هل الحته دي هتقع على دماغنا؟ لا، مين اللي ماسكها انها ما تقعش؟ الزلط اللي انا رميته ده. بس ميزه الزلط الكبير اللي انا حطيته ده ايه؟ ما فيش فيه فقر، ايه؟ الفقر اللي هيبقى فيه قليل عن ايه؟ نتيجه للسكوت. بحيث ان انا لو حطيت مره الميه من هنا، يبقى مين اللي هيتحكم في الميه قد ايه هتعدي؟ التربه اللي حوالين مين؟ المنطقه. الميه بتعدي من هنا، اللي هيتحكم في كميه الميه اللي هتعدي هي مين؟ التربه المحيطه بكده. ليه؟ لان النفاذيه بتاعت الايه؟ الزلط ده عاليه جدا. فكروني كده، فكروني. مش اغنيه مكسوم يعني، بس فكروني لماذا بقى الزلط النفاذيه بتاعته عاليه؟ علشان ايه؟ حجم الايه؟ حبيبات، مش كده؟ حجم الحبيبات كبير، مفيش ايه؟ سيرفس اريا بريولت فوليوم قليل، يبقى الايه؟ يبقى انا عندي الزلط كبير. فانا لو عندي زلطايه 3 4 سم وانا بختبر رمل حواليها 2 مللي، يبقى ايه دي؟ دول 40 مللي وده 2 مللي، تربيع فرق ايه؟ جامد ايه جدا، فبالتالي مش هيبقى فيه ايه؟ فقر في هذا الكلام. طيب احنا لو عملنا هذا الكلام وانا عارف وانا بحفظ كده عارف ان نسوب الميه الارضيه ده فين؟ وحاطط انا في الماسوره دي مخلي نسوب الميه اعلى من ايه؟ منها. تمام؟ لو انا وقفت كده وسبت بقى الكلام ايه اللي هيحصل لنسوب الميه اللي هنا؟ بينزل ينزل ويعدي مين ويطلع من هذا الايه؟ الكلام. يبقى كاني بعمل تجربه زي بتاعت المعمل. ايه؟ ضغط متغير فوق الايه؟ حد الدنيا عماله تنزل ايه؟ وهذا الكلام. طيب احنا لما استنتجنا الكلام ده في المعمل قلنا ان الكي تساوي الايه الصغيره في ال على الايه فرق الزمن لل اتش ايه وقع على مين؟ على اتش ايه. تمام؟ ماشي. نفس الفكره هي الايه الصغيره هنا هي مساحه مش هي مساحه المقطع دي اللي هي الماسوره اللي بتنزل فيه وزمن زمن بس المشكله بقى هو ايه في القصه اللي هنا في المعكوكه دي؟ مين ال ومين ال هو الحاجه دي على بعضها؟ قال لك لا ده بقى حاجه هنعملها بطريقه امبيريك بطريقه تجريبيه لكيسز كده مختلفه. لو ال ده طويل بالنسبه للدي هنقول حاجه معينه، لو قصير بالنسبه للدايمتر ده هنقول حاجه. لو انا قريب مني تربه النفاذيه ناس 8 طيور مثلا ولا حاجه. فانا ناوي اصمم واقول لك والله انت عندك المنطقه دي عايز تخفض الايه؟ الميه ايه فيها. فهتيجي تقول انا عايز احط 10 ابار بتصرف 100 متر مكعب في الساعه للبئر الواحد. ممكن بقى بعد ما عملت انا التصميم ده اروح الموقع الاقي الميه ما نزلتش. تمام؟ ايه؟ ما التصميم بتاعي ده ما طلعش مظبوط، ده انا محتاج 15 متر. تمام؟ عطل. تمام؟ في هذا التليفون. او العكس اعمل لي 40 متر. تمام؟ وبعدين لقيت ان انا بخمس ست ابار نزلت الميه كلفت ايه؟ كتير وايه؟ كلام ما هوش مظبوط. وفي المشاريع الكبيره المشاريع الحساسه ممكن ان احنا دايما نعمل حاجه اسمها تجربه ضخ بامبنج تيست بحيث ان انا ايه؟ نفس البئر ده هعمل بعد كده زيه هبقى عارف النفاذيه اللي موجوده عندي قد ايه اقدر اطلعها بدقه وفي نفس الوقت هشوف ايه اللي بيحصل البئر ده بيأثر قد ايه وهكذا ايه. عشان نعمل البامبنج تيست ده هنطلع له معادلات وبعد كده زي ما هشوف دلوقتي هنصمم كده نظام ماسكه ميه بسيط في ايه في الاخر. بس قبل ما اعمل الكلام ده المعادلات دي هتعتمد على حاجه بقول عليها نوع الخزان اللي انا بسحب منه. نوع الخزان من ناحيه ايه؟ او كلمه اكوفر الاكوفر او الخزان او اللي هو الطبقه الحامله للمياه اللي بقدر اسحب منها ميه. عاده بتكون رمل خليط الرمل والزراب سنتسان عاده الطين والصخر يعني الصخر برضه الصخر النوبي بتاعنا ده اللي هو الساند ستون ده بنقدر نسحب منه ميه. اللايم ستون لو في شقوق كتير لو الحجر الجيري لو في شقوق كتير برضه بيقدر يسحب منه ميه. بس لو اللايم ستون ده الشقوق اللي فيه قليله يعتبر طبقه ايه؟ غير منفذه. الطين بالنسبه للرمل زي ما اتفقنا يعتبر طبقه ايه؟ غير ايه؟ منفصل. تمام؟ فاحنا هنفرق ما بين ايه؟ نوعين من هذا الكلام.
من ناحيه الاناليسيس او من ناحيه المعادلات الاجتماعيه. حاجه بقول عليه خزان غير محصور انكونفايند، وساعات يقال له جرافيتي ايه في هذا الخزان. ادي طبقه ظل وادي منسوب الميه. لو انا حطيت ماسوره كده الميه بتطلع لحد هنا، سمك الخزان هو نفس الهيد بتاع مين؟ بتاع الميه اللي موجوده. اقول عليه خزان ايه؟ غير محصور. بالمقارنه كده تعالوا نقول ان هنا في طبقه طين وطبقه طين، في طبقه رمل كده ما بين ده الخزان بتاعي. جيت انا حطيت ماسوره في طبقه الرمل، ما لقيتش الميه بقى طلعت لحد هنا ولا هنا، لا دي عدت وبصت لحد فين؟ لحد هنا. يبقى الهيد بتاع الميه اللي في الخزان قاعد اكتر من مين؟ من سمك الخزان بتاعي. يعتبر بالنسبه لي خزان ايه؟ محصور. وساعات يقال له ارتيزيان، يعني كده على الدايك يعني. اسمع كده يقول لك بئر ارتوازي. قصدنا ايه بئر ارتوازي؟ كانت الميه محكومه كده بحاجه، انا خرمت كده طبقه غير منفذه، راحت الميه ايه؟ طالعه لي ارتوازيه كده، طالعه كده الايه؟ لوحدها، ونقول عليه بئر ارتوازي. ما بذلتش انا مجهود علشان ارفعها ايه؟ لحد فوق. عبارة الدكتور دايما كده نشوف في الافلام بقى الناس بتحفر تحت، مره واحده راح الايه البير طلع اللي هو بتقول بقى ده اللي محكوم بايه تحت ضغط، وطلع ايه، وقلنا طلع البير ايه، طلع البترول في هذا الكلام. احنا طبعا بقى اللي قلنا احنا بقى كحاله طبيعيه هي بتبقى ايه، تعالى نتخيل كده ده سطح الارض اهو، وهنا في طبقه غير منفصله. والهيد بتاع الميه هنا، فين المشروع بتاعي؟ انا واقف هنا على بعد 20 كيلو ولا 30 كيلو واقف هنا. لو انا حطيت زونه الهيد، الميه هتطلع لحد فين؟ مش لازم تطلع لحد مين؟ لحد النبته، مش ده هو الخزان اللي مبسوط ببعضه؟ تمام؟ يبقى في ضغط ميه. لو انا حطيت ماسوره هنا اهو وكرمت، هلاقي الميه تطلع لحد فين؟ لحد فين؟ ما ده خزان ايه؟ محصور. سواء بقى بتطلع فوق الارض ولا بتطلع تعدي بس سمك طبقه الرمله بتاعتي، طالما ان الهيد ده اعلى من سمك الخزان، عديت قمه الخزان، يبقى ايه ده محصور بايه؟ او كونفاين او خزان ايه محصور. ليه يهمنا نعرف القصه دي؟ يهمنا لان المعادلات اللي هتستخدمها هنا هتبقى غير المعادلات اللي ايه؟ اللي هستخدمها في الحاله الثانيه. ففي حاله ان انا هعمل ايه؟ هضخ من هضخ من ايه؟ من unconfined ايه اكوفر، يعني من خزان ايه؟ غير محصور. فانا هحط ايه؟ هحط هنا ترومبه، الترومبه دي هتدفع الميه، وليكن ان الشارج اللي فيها هيكون الشارج ايه؟ ثابت، وليكن الشارج كيو. لو خط الميه ده هو اللي موجود قبل ما اعمل ايه؟ عمليه الضخ، ايه اللي هيحصل عند البئر؟ الميه هتنزل كده زي بلاعه، البئر ده كمان بلاعه عماله تسحب الايه؟ الميه. كل ما ابعد عن البئر كل ما الايه؟ تكسير البئر ده هيقل، لحد ما هوصل لمسافه اوقف عليها نصف قطر التكسير او ارنولد او الريديوس اوف انفلونس، هيبقى البئر ده تكسيره مش موجود، ورجعت الميه بنفس الايه؟ السمك الخزاني اللي كان موجود ايه؟ عندي قبل كده. هو من الناحيه النظريه المفروض ان انا لو لقيت بئر هنا في شبرا انا هخفض الميه عن الصين، تمام؟ المفروض ما لا نهايه. بس في بقى من الناحيه العمليه لا، ان هو فعلا بيبقى له نصف قطر التاثير بعد كده، ما بشوفلوش ايه تاثير اخر لنطبق عليه هذا. اصبح بقى ان انا حطيت انا مواسير كده على مسافات مختلفه، هقدر ارسم خط عام اللي يمثل مين؟ ايزومتريك سيرفيس بقى احنا ايه؟ اتكلمنا عليه ايه؟ قبل كده. مقدار التخفيض عند اي نقطه هنطلق عليه درو داون، مقدار التخفيض، وهنسميه كده نديله رمز كابيتال تي، كابيتال تي ايه؟ وانا عارف ان البئر ده عمال مين؟ يدير في جميع الايه؟ الاتجاهات ايه؟ في هذا المنظر، فلو عمال يجيب كده من كل حته. طيب نطبق بقى المعادله بتاعت كيو بتساوي كي واي في الاريا. الفيلوسيتي كي في الهيدروليك بريك. الاريا اللي بيعدي منها مختلفه. هنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة. ليه؟ الريديوس يعني اسطوانة، مش أنا بعدي من خلال اسطوانة، سطح اسطوانة. اسطوانة دي إيه؟ القطر بتاعها عمال يتغير، لما أكون بعيد بيكون قطر كبير، لما أكون إيه؟ صغير بيكون إيه؟ قطر صغير.
بس ايه اللي بيحصل؟ الديسشارج ايه؟ هو هو. يبقى انا مساحه السطح اللي بعدي منها تراميد 2 فائق عند اي ارض تمام؟ موضوعه في اي ارتفاع وليكن زد تمام؟ هعوض بهذا التراميد. معدل التغير في الهيد بقى اللي هو مين؟ هيبقى دي زد باي دي ار تمام؟ دي زد على الدي ار. هنعمل نطبق في هذه القصه وطالما اصبحت معادله تفاضليه يبقى ايه؟ هيصبح عندي كامل ده وكامل ده وانا بدور على الترمابيلتي بقدر ان انت تطلع هذا القانون كيو على باي زد 2 تربيع ماينس ايه؟ زد 1 تربيع لان ار 2 على 4. كيف ساحصل على زد 2 وزد 1؟ انا هبقى حاطط الموازين دي في الموقع ومعايا مقاس بي قيس عمق الميه في الماسوره تمام؟ يبقى اوتوماتيكلي عرفت الايه؟ الميه كانت فين ونزلت ايه قد ايه؟ وبقدر احسب مين؟ زد 2 وزد ايه؟ 1 بناء على هذا مين؟ يبقى التجربة بنعملها ازاي؟ على الأقل بيت وماسورتين على مسافتين متر. واقع الأمر بقى لا، بقى احنا بنحط خمس ست ماسور، واحدة عند 2 متر، واحدة عند 5، 10، 20، 40، بنحط كذا واحدة عشان نرسم الخط ده إيه؟ إلى حد ما بدقة إيه؟ معقولة، يبقى ناس كتير بقى تقول كده بالصفارة كلنا ناخد القراية في إيه؟ في نفس الإيه؟ الوقت. وعايز أحسب الشارج. الشارج ده هجيبه إزاي؟ يبقى على راس الدير المنصورة اللي بتطلب المية بقى من البئر دي، دي عليها عداد زي عداد المية بتاع البئر بتاعها. فأنا هاجي كده أقول آدي القراءة، وآدي بعد 10 دقايق قراءة، وبعد تلت ساعة قراءة، وبعد ساعة قراءة، فهبقى عارف الفوليوم، القراءة دي فوليوم، ماشي حجم، أقسمه على مين؟ على الطالب، هجيب النشاط، يعني وأنا في البيت الراجل بيجي يحسب لي بتاعي، صحيح أنا دلوقتي بيحسب لي عشوائي، بس لو كان هيقرا العداد يبقى عنده قراية الشهر اللي فات، وقراية الإيه الشهر ده، اقدر حتى اقسم على الزمن واعرف الشرط بتاعي ايه قد ايه. يبقى اصبح كل الكلام ده معلوم وايه؟ وفي الاخر اقدر اطلع معامل الايه؟ النفذ. طيب لنفرض ان انا عارف نصف كتله التاثير القرن الوطني. لو انا عارف القرن الوطني نصف كتله التاثير ممكن انا اعيد صياغه المعادله دي بدل ار 2 ده هكتب مين؟ ار 1. بس عند الار 1 الزد بتاعته قد ايه؟ هي دي ان انا وصلت مين؟ رجعت لايه؟ للوضع الاولاني وبقدر اطبق في المعادله دي واجيب باي مين. وقع الامر ما نعملش كده والعكس. بعد ما اكون عرفت الكي تمام؟ وعرفت مين؟ الار نوت، واقوم جايب مين؟ العكس بقى للشر زي ما هنشوف مع بعض ايه دلوقتي حاجه. اما اجي اشوف ايه؟ الكيس بتاعك ان انا هضخ بس الفردان ده فردان ايه؟ ايه اللي هيختلف؟ انا ما بضخش حاجه في المكينه دي، انا بضخ كله من مين؟ من الرمل اللي موجود عندي ايه؟ السم بتاع الخزان ده كده اصبح مين؟ ساد. المواسير دي هل بتقول لي الميه اللي في الطين ولا بتقول لي ضغط الميه اللي في الرمله؟ بتقول لي ضغط الماء اللي في الايه؟ اللي في الرمل اللي انا حاطط كل مشكله. قبل ما اضخ الخط ده كده، بعد ما اضخ لو انا حاطط مواسير اقدر ارسم الخط ده وده يبقى اسمه مقدار التخفيض او الايه؟ او الدروجر. نفس الفكره بقى عندي حاجات على مسافات مختلفه بس المعدل هتبقى ابسط سنه. ابسط سنه ليه؟ الاسطوانه اللي بتخش منها الميه دي القطر بتاعها عمال يتغير بس ايه؟ الارتفاع بتاعها ثابت غير المره اللي فاتت كان في ايه؟ زلت في الموضوع. فلما اجي ابص على القصه دي هلاقي ان ايه؟ بدل ما هضرب هنا في زد لا ده ثابت هو مين؟ السلك ده. وعن نفس الكلام المعادله هتطلع ابسط شويه اللي فيها زد 2 وزد 1 فيها شرط الفرزان. لو الريديوس اوف انفلونس بتاعي معلوم المعادله تصبح كده. طيب ايه قصه الريديوس اوف انفلونس؟ واقع الامر بقى يا شمسين المفروض ان انا عشان اجيب الريديوس اوف انفلونس ده ايه حاطط انا مين؟ ربي وارسم الخط ده وامده كده ايه بطريقه كاني بعمل كير فيتنج لحد ما يوصل للصفر. يبقى عرفت مين قد ايه الريديوس اوف انفلونس. بس في احيان كثيره نلجا لايه؟ لو حتى لو انا ما عملتش التجربه نقول ان الار نوت بتساوي 3 في الدرو داون في جذر الايه؟ في المايكروسكوب معادله انفجر تجريبيه حتى بدليل ما اتفقش مش ماشيه مع بعضها. هنا هحط الكيدا بالمايكروس بير سكند يعني ب 10 ناقص 6 ايه؟ متر سكند ايه؟ بير سكند. زي ما هحط وحدات البرو داون زي ما هيطلع لي مين؟ الريديوس اوف انفلونس. والكلام برضه يخش معاك. يعني انا
انا لو بحث بعمل بقليل ميه كده في حته على المخاطر منخفض الميه 7 8 متر دي هترمي بعيد قوي هتاثر على بيوت ايه بعيده بيها غير لما اكون مخفض الميه ايه 2 متر هتاثر على ايه مسافه تاثير ايه قليله في هذا ايه بس هي معادله تقريبيه اما مش هنحفظ لا ده ولا ده ولا ده الكلام ده بس نبقى ايه فاهمين هو ايه انا ممكن اكتب لك المعادله بس مش هقول لك ده مين وده مين وده مين انت بقى فاكر هذه الايه تدرس لو حبينا نطبق ده على عايز اصمم دي ووترنج سيستم انا عايز احفظ حته وعايز ايه الميه كانت اعلى من نسيب الحفظ وعايز ايه اخفض الميه وعايز احط الابار على المسطح الكريم احط كم بئر وكم مسار ده الجزء اللي احنا هنعمله ليه بنقول مسطح كريم ليه تسهيلا لينا يعني في الواقع وارد ان انا احط الايه المواسير دي جوه بس حطيت المواسير دي جوه هتبقى اعقد شويه في الايه يعني لو انا اقدر انفذ هذا الكلام والابار بتاعتي الابار بتاعتي كلها بره ده احسن من ان يبقى عندي البيت في نص الليبشه وعايز ارجع اقفله بعد كده قصه ايه طيب احنا في هذا الكورس هنفترض ان احنا ايه هنحط الابار على المحيط الايه البراني وهيبقى عندي معلوميه الايه طبقات ايه والمنصوب الميه فين النفاذيه بتاعت الخزان ايه وابعاد الاكسكافيشن احنا بقى الدرو داون اللي انا عايز اجيبه عندي حالتين انا هحفر وهبقى واقف في رمله تمام عاده انا عايز اخفض منسوب الميه نص متر تحت مين تحت منسوب الايه الرمله تمام بحيث ان المعدات تقدر تمشي والدنيا ايه تبقى ماشيه ايه بسيطه في المسافه لما نوصل للطين هقول لكم حاجه ثانيه دلوقتي حاجة. بس انا ناوي اعمل ايه بقى عشان احدد عدد الابار والاشرار وكده هاجي هقول فرض لطيف جدا كده في الاول اخد ابعاد بتاعتي اللي انا هرص حواليها الابار فلو ما كانتش اقولها ابعاد ايه في بي انا هحولها كانها الابار دي هتترص على دايره ليه عشان اوصل الحقيقه ان تاثير الدايره دي هنا زي ده زي ده زي ده يبقى الار اكويفلنت بتاعي ده هو المساحه هقسمها على باي اسمها بساوي المساحه في المساحه طالما عملت كده ونفرض ان انا عارف الريديوس اوف انفلونس وعارف الديسشارج بتاعي خلاص كل المعلومات دي انا محتاجها علشان اصمم النظام لو انا كيس ان كونفايند هجيب التوتال ديسشارج بالمعدل لو انا حاله كونفايند هجيب التوتال ديسشارج مين بالمعدل عرفت التوتال ديسشارج يبقى ايه اقعد بعد كده اقول اختار بقى الشارج من البئر الواحد واختار عدد الابار انا كاتب لك هنا من 80 ل 150 يعني ده اللي دارج عند اغلب المقاولين بس ده مش قانون ولا حاجه لو طلع لك في مساله ان انت عايز 30 متر مكعب ولا 50 متر مكعب ما تقولش ايه في الساعه ما تقولش بظلام ده مجرد جايد لاين لو انا احتاجنا زي مثلا اما جينا في قناطر اسيوط عايزين نلفف حته عملنا بقى بتاع كده زي كفر دم كده سد ترابي حوالين الحته اللي هشتغل فيها وعايزين نسحب المياه عمال يهاجمنا تمام ناخد المياه وتردها بعيد احتاج ديسشارج عالي قوي قامت وزاره الري قالت مالكش دعوه يا مقاول انا هستورد لك الايه المضخات بتاعنا مضخات 300 متر مكعب في الساعه 400 متر مكعب في الساعه حسب الايه الحاله الرقم اللي انا مديه لك ده دارج في شغل المقاولات الايه العام بتاعنا في هذا الايه عرفت القصه دي جبت عدد الابار طلعوا بخمسه واثنين من عشره اكيد هخليهم سته يعني مفيش خمسه واثنين من عشره بقى ثم هعيد رص الابار بقى حوالين الحفر واعمل تشيك على نقط ايه مختلفه ان انا حققت هذا الايه فكاني فرضت عدد ابار معين الاول للشرط وبعمل تشيك الكلام ده حقق المطلوب ولا ايه ولا ما حققش المطلوب هذه القصه تبان شويه وليكن ان احنا هناخدها اكزامبل في حال كونفاين ايه عندي عايز احفر حته 55 متر من 80 متر وعايز اعمل عمق الحفر اللي هو مش باين عند حضرتك كده عايز احفر 6 متر بميل افقي بميل سايد سلوب واحد هورزونتال واحد بس يبقى عند الطرف بره حلاوه كام؟ 12 متر في الناحيه دي مش هحفر ايه واحد واحد يبقى 6 من الناحيه دي 6 من ايه؟ من الناحيه دي يبقى اصبحت ابعاد الايه اللي انا هرص عليها الابار هي مين؟ 67 في ايه؟ في 92 جبتهم منين؟ زودت ايه؟ حسب الميل بقى اللي موجود عندي زودت الميل بتاع الحفر وطلعت ايه؟ بره بهذا الايه؟ ايه بقى المعلومه اللي عندي؟ عندي 8 متر ونص طين
ثم خزان من الرمل 30 متر والمية هنا على 2 متر. طب ما هي المشكلة؟ ما تقول لي ما خلاص الطين ده ما بيجيبش مية. أقول لك لا، أنا الآن بقى لأن هو الطين ده بقى فيه قد إيه؟ بعد ما أحفرت استعملت 2.5 متر تمام؟ وهنا عندي هد المية اللي بيأثر عندي من تحت لفوق ده قد إيه؟ مش عندي هنا هو في بريشر بيطلع 6.5 متر. أنا عندي كده أنا حاطط بيزومتر هنا المية دي جايبة 6.5 متر أعلى من مسوغ البطن بتاع مين؟ بتاع الطين. لو الطين ده بقى 2.5 متر بس، هل وزن الطين ده هيقدر يقاوم الضغط ده؟ وارد أو وارد لا، لازم أعمل حسبة. فكأنك هتقول لي بقى اكتبها عندك عشان تقول بقى أنا ضهر زمايلكم فمش معقول ما أعرفوش. هنكتب كده جنب الفاكتور اوف سيفتي هيساوي إيه؟ اللي فوق اللي جاي من فوق لتحت مين؟ جاما في إيه؟ في اتش بلاي على جاما ووتر في اتش ووتر. وهنرسم رسمه عشان نوضح ما هو المقصود بهذا الكلام. هذه ايه؟ طبقه الطين وهذه الكيلومتر. هيبقى الاتش ووتر من هنا لحد مين؟ هنا. وده الاتش بلاي ماشي، يبقى ودي طبقة بلاي ودي طبقة ايه؟ انا عايز البريشر بقى اللي هيجي من هنا يبقى عندي فاكتور اوف سيفتي وزن الطين ده يبقى اعلى من مين؟ من ده بفاكتور اوف سيفتي مناسب. هناخد ايه دلوقتي؟ على قد الكورس ده هناخد 1.2 تمام؟ يبقى ايه؟ انا علشان احدد مقدار الدرو داون او عامل ايه؟ تعالوا حتى نطبق في المسألة بتاعتنا مش شرط هتطلع هي هي. تعالوا ناخد الجامعة بتاعت الكلاي ده وليكن 1.8 ماشي؟ يبقى انا بقي 2 وايه؟ 2.5 متر. صح كده؟ 1.8 في الايه؟ الجامعة في سمك قد ايه؟ 2.5 متر. ده بيأثر من مين؟ من فوق لتحت. طيب قبل ما اعمل الوتر الضغط اللي عندي قد ايه؟ 6.5 متر مش كده؟ يبقى 1 × 6.5 احسبوا لنا بقى دي تطلع كام؟ مين معاه كالكوليتر؟ تطلع كام؟ 1.8 × 2.5 على 6.5 0.7 تقريبا مش ده؟ 0.69 طب طب انا عايز اخليه بقى 1.2 يبقى مين اللي هيبقى مجهول عندي؟ تعالوا نعيد كده 1.2 بتساوي كام؟ بتساوي 1.8 × 2.5 زي ما هو على 1 × اتش ووتر. يطلع اتش ووتر بقى ده كام؟ يبقى عندي 1.8 × 2.5 على 1.2 يطلع 3.75. وانا كان عندي قد كده كام؟ 6.5 مش كده؟ يبقى الدرو داون المفروض يكون كام؟ 6.5 ناقص اللي انا اقدر احطه اللي هو 3.75 يطلع كام بقى ده؟ ناقص 6.5 طالع 3.75 غير المساله اللي انا ايه؟ اللي انا ايه كاتبها ليه؟ وارد بقى ان الجامعه بتاعت الكلاي اللي انا كنت واخدها هنا هي هذه المساله تكون 1.7 تكون 1.75 بس الفكره العامه في هذه المساله بقى اجيب خلاص. يعني انا بقول لك كده ان الدرو داون اللي انا عايز اعمله في طبقه الرمل هو 2 وايه؟ 3.8 قوم ابتدي بقى اشتغل على طول كده عشان الحق اخلص. اقول اي ايه؟ الار ايكويفلنت بتاعي ادي المساحه الخارجيه اللي هرص عليها الابار 92 × 67 على باي 44 وشويه. هطبق بقى عشان اجيب الار نوت اللي هو الناس في خطه التاثير 3 الدرو داون 3.8 متر واحط البرميبلتي اللي هي 450 × 10⁻⁶ احطها في دلاله المايكرو بير سكند واحط 450 طلع لي نصف خطه التاثير 241.8 تقريبا 240 عمليه يعني ايه؟ على تقريبا ده كونفايند اكوفر ولا ان كونفايند؟ كونفايند مش كده؟
ده خزان هطبق في معدل الكونفاين. سمك الخزان كام؟ 30. البرميابيلتي انا ناوي اشتغل دايما اطلع التصرفات بقى في الحاله دي بالمتر مكعب في الساعه، فاحول البرميابيلتي للمتر في الساعه تطلع الرقم ده. وهنا هحط الارنود اللي هي 240 على 44 وايه؟ من 3 ده رقم مش باين عندنا ولا برضه ما قطعتوش؟ باين 44 و 3 طلع. وايه؟ طبقت الدي ماينس زد بقى اللي انا عايزها هي كام؟ 3.8 من 10 لان الدي ده كله هو ده وهنا ده هو الزد. الفرق ما بينهم هو 3.8 من ايه؟ من 10. يبقى قلت انا محتاج تصرف كلي 686 وشويه. طيب ماذا بقى ايه؟ هعمل ايه بعد كده؟ انا هختار عدد ابار، قلت انا هحط 6 ابار في 120 وخلاص كل واحد يختار اللي هو عايزه بس يحقق حاجه معقوله. فقلت لا يعني هم اعلى شويه 720 متر مكعب ورصيتهم بهذا المنظر. هرجع بقى اعمل تشيك على مجموعه من النقط جوه، هل انا حققت التخفيض المطلوب او الدرو داون المطلوب ولا لا؟ احنا هنا في الامتحان انا هحدد لك النقطه، وعاده بقولها لك في السنتر بتاع الاكسكافيشن وخلاص تمام؟ بس انا هحدد لك الايه؟ النقطه فين؟ انت في الشغل بقى كل الكلام ده محطوط عندك على سكريبت شيت بسيطه كده، تغير احداثيات الايه؟ النقطه عندك احداثيات الابار، تغير احداثيات النقطه وتحسب بقى. هنحسب من كل بئر النقطه. انا عايز اعمل تشيك هنا، يبقى بالنسبه للتشيك هنا المسافه للبئر ده الار بتاعته هي مين؟ ار واحد. 2 زي زي 1، 3 المسافة بتاعته مين؟ هي دي، وهكذا وهكذا وهكذا. فلو احنا خدنا بالأبعاد كده هلاقي إن الأر بتاع البئر نمرة 1 ده 56 و9 زي 2 و5 و6، 3 و4 دول زي بعض 33 ونص. هطبق بقى في نفس المعادلة، هجيب تأثير كل بئر لوحده، الدي ماينس زد بتاع كل بئر لوحده وأجمعه. فلما هطبق في نفس المعادلة ده ثابت ده ثابت كل الابار زي بعضها، مين اللي عمال يختلف كل مره؟ المسافه ما بين النقطه اللي بعمل عليها تشيك والايه؟ والبئر الايه اللي انا بقى ايه؟ بشوف تاثيره. فده هيختلف هيطلع لي ارقام مختلفه. طبعا دول طلعوا ده الواحد يجيب 57 سم، ده قريب شويه هيجيب ايه؟ 78 ايه سم. مجموعهم كله طلع كام؟ 3.84، وانا كنت عايز كام؟ 3.8 سيف. الحمد لله. لنفرض انه طلع عن صيف، طلع 3.7 من 10، 3.6 من 10، المفروض اعمل ايه؟ يا اما ازود عدد الابار، ازود الدسشارج، انا حر، او انا هنا في الرقم بتاعي كده دي اللي عاملاني مشكله، كنت ناوي احرك دول كده 3 متر هنا كده و3 متر هنا كده. يمكن كنت احقق الايه؟ هذا الكلام، غيرت مين؟ نفس الحاجه بس غيرت توزيع الايه؟ الابار. في الحياه العمليه بنعمل تشيك على نقط كتير تمام؟ وعندك بقى الوقت ومستريح ان انت تجرب وايه وتحط الفاير ده والفاير ده وتعمل كده انت قاعد تعمل الكلام ده علشان هتاخد عليه فلوس. في الامتحان مفيش وقت غير انك تحاول ايه؟ مره واحده تمام؟ بس بعد الحاله الرابعه تقول لي يا اما ايه؟ سيف او ايه؟ ان سيف. ولو ان سيف اقترح حاجه ما تكملهاش، ما عندناش وقت ان انا اقعد اعيد ايه؟ الحسبه تاني، اقترح عليا وقول لي انا ناوي ازود الشارج كذا، ناوي اعمل كذا، اي حاجه من الحاجات اللي احنا ايه؟ اتفقنا ايه عليهم يا هزود عدد الابار او كذا، انما مش هعمل شكل ايه مره ثانيه. طيب عايز ابص على نفس المساله بقى بس المره دي انكونفايند. وغيرت ايه؟ خليت الميه على 3 متر تمام؟ فاصبح ان ايه؟ ده دي كبيره 35 ونص وهنا الحفر 6 متر يبقى انا عايز انزل نص متر تحت مين؟ الحفر بتاع الرمل ده. يبقى ده 6.5 وده 3. يبقى الدرو داون اللي انا عندي قد ايه يا باشمهندسين؟ 6.5 ناقص الايه؟ 3 متر، عايز اخفض الميه 3 متر ونص. مشيت في نفس الخطوات، ار نوت، ار ايكويفلنت، ادي الزد ايه؟ دي بتاعتي وادي الزد، بس المره دي عوضت في معضله مين؟ الانكونفايند، مش كده؟ دي تربيع ميه ايه؟ زاد التربيع وهكذا طلع لي 750 متر مكعب في الايه؟ في الساعه. مع ان الدرو داون هنا 3.5 متر فقط وهناك كان 3.8 من 10، بس ده طلع عايز بالشارج اكتر. ليه؟ لانه بيسحب من ايه؟ من حجم اكبر. هناك كان الخزان ده محصور كده في حته ايه صغيره، انما ده انا عايز اسحب من ايه؟ من ارتفاع اكبر، فطلع لي ايه؟
بطرق ايه ان انا عايز الشارجر. هنا افتيت انا وقلت طيب انا رايي ان انا بحط برده 6 ابار بس المره دي هخليهم 130 يعني 780 اعلى شويه من 750. جيت بقى عملت نفس القصه بس المره دي بدل ما اعمل دي ماينس زد عملت ايه دي تربيع ماينس زد تربيع. جبت من كل بئر دي تربيع ماينس ايه زد ايه تربيع وجمعت طلعوا هذا الرقم. مين اللي انا عارفه هنا؟ انا عارف دي ده ولا مش عارفه؟ هو سمك الخزان قبل ما اعمل اي ديوتك معلوم. يبقى جبت مين الزد؟ طلع الزد ده 32.03 وانا كنت عايزه كام؟ بص كده قبلها كده شويه كنت عايزه كام؟ 32؟ مش كان هو في الاخر كنا عايزين نخفض 3 سم يعني طلع 3 سم اعلى من عايز اخفض 3 سم زياده في واقع الامر في الحقيقه انا ايه لا هقول ان الكلام ده ايه ماشي ومش هتفرق الكلام ده بس انت في الامتحان هتقول لي ايه انصيف واقترح اي حاجه من الحاجات اللي احنا ايه قلناهم بس كده قبل كده. واقع الامر بقى ان احنا عمرنا ما بنحط 6 ابار كده بس تمام. لو انا عايز 6 ابار عاده بحط 8 بحط 2 احتياطي 2 ستاند بار ليه؟ لنفرض ان انا بقى في نص الدنيا كده ترمى منهم راح تعبت الدنيا هتغرق شغلانه بقى بتعمل لي الدنيا بقوم على طول كل حاجه جاهزه اقوم مشغل ايه البئر الاحتياطي اللي يسد معاه وشغل حتى البئرين مع بعض ايه الاحتياطي لحد ما اصلح مين البئر الايه اللي باظ ده في هذا البئر. لو 4 5 ابار بقى مره واحده هيبقى نحس خلاص خلاص الدنيا هتغرق بس هو يوجد نسبه دايما يقول عليها ستاند باي يعني ايه بئر احتياطي اللي هو جاهز لكل حاجه علشان زي ما يكون عندي معامل امان فاكتور ايه سيفتي لهذا الموضوع. طيب احنا كده خلصنا هذا الكلام وكده خلصنا برضه المفروض كل حاجه في الشيء اللي احنا ايه ابتدينا فيه المره اللي فاتت. لا يتمثلنا غير ان انا اقول لحضراتكم ايه بقى الامتحان بتاع الميد ترم. اتفقنا ان ايه كله داخل وايه وهنقف لحد المحاضره الايه السابقه اول جزء كده في البرنامج يمكن شويه كلام نظري حاجه بسيطه هبقى افكر لسه في هذا الايه الموضوع. انا وضعت في الايه في برضه نسخه من امتحان الميد ترم بتاع السنه اللي فاتت.